على ما تتعرض له مدينة كوباني الكردية في غرب كردستان على يد إرهابي داعش، وطالب المحتجون بإنقاذ المدنيين وحماية المدينة الكردية من السقوط بيد الإرهابيين، مطالبين بإرسال المساعدات الإنسانية إلى النازحين من المدينة. وناشد المحتجون التحالف الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بحماية المدنيين في مدينة كوباني ومنع وقوع مجازر شبيهة بما حصل في شنغال. وندد المشاركون في التظاهرة بالجرائم التي ترتكبها عصابات داعش الإرهابية بحق الكرد في كوباني وجلولاء والسعدية وباقي المناطق الكردية، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل العسكري العاجل لحماية أهالي كوباني. على صعيد التطورات الميدانية التي تشهدها مدينة كوباني المحاصرة منذ أكثر من 3 أسابيع